صعيبة. حين كنحضروا الموت وما عمرنا حسينا بدا ما كتفرق على اخوك. عندي اخت واحده هي اللي عندي جردونا 10 ايام وحنا كنا نعزوها في الزنقه. 10 ايام حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله وليداتها كانوا يتامى بغيت تتمو من الام والاب. انا ما كنتش وماما ما كانتش. كان والدي الله خارج من المدرسه طلع كيلقى مو شعله في العافيه ما كاين لا جيران لا والو. طلع من الشجم كيغوت ماما امي ماما كتحرق الدري كان غيطيح من الشجم. بعدا طلعوا الجيران ولا الدربنا هما اللي فرقعوا الباب ودخلوها هبطوها وعيطوا على جيت. انا لقيت لومبيلونس داتا. انا فاش مشيت ليرجونس شفت اختي في ديك الحاله غيبت كتغوت كتقول ماما بغيت ماما جيبوا لي ماما. هذه اخر كلمه سمعتها من عند اختي بغيت ماما قلبي قتلوني وما تخلوش فيا هذه الحريقه. هذه الكلمه اللي سمعت من اختي صافي ما سمعت ديك الهضره وطليت على اختي وانا غايب. اش نقول لك احنا ما كناش معاها. السبب الوحيد انها مشات المراه هذيك راه محاوله بزاف ديال الحوايج راه بزاف ديال الحوايج كانت غتعرض لهم اختي وضربت وتعنفت وبزاف ديال الحوايج ومي مشات للمخزن باش ياخذ لها حقها. الدائره ديال الحي الحسني ما خداوش لها حقها وما خرجوش معاهم ما نصفوهاش حتى وقعت الواقعه عاد باش مشاو شدوا الدري الصغير. والدري الصغير جا سلم راسو قبل ما يشدوه. على نتوما ملي كديروا الدور ديالكم علاش هو غيجي يسلم راسو ولابس برديلهم ومريح مع راسو جايب شوي عليه كيتمختر ودخل عادي كان شيئا لم يكن بحال زعما هوايا ما دير والو. داك السيد اجي مسكين معدين عليه حنا تعدينا عليه وقلنا حنا داك السيد هو اللي دار لنا داك الحاج. حنا منافقين وحنا كذابين طيحنا الباطل على داك الولد. حنا بلينا داك الولد من ضمن الناس هو ولد عمه ولد العم تكرفتوا على دريه ومشكله هما راه ولاد دربنا ما داروش الدور ديال الاخت ولا الاخ ما داروش هاد الدور هما عنفوها. حنا حوايج قصاور لا عندنا خونا صغير خويا باقي ما ساقش الخبار في الحال. جيراننا وخوتنا ما عندناش خوت كيتسمى ولاد جيراننا خوتنا. الا شافك ولد جيرانكم كتكرفسي له كيتعدي عليك شي واحد ما غينفعكش ولد جيرانكم ما غيوقفش معاك. كما خونا حنايا اللي باقي صغير خويا انا نقول لك تشد خويا حيت جا على دريه في الليل. علاش تشد في الحبس على قبل دريه بان لي واحد شاد بغا يكرفسها وشدوا خويا في الحبس وهذاك اللي كيعنف في الدريه طلقوه. شدهم كي داير وحده اللي مشات باش ينصف القانون ما خداش لها حقها. شكايه الضرب والجرح والعنف بالاخص الكبير. دابا الكبير هو اللي كان كيتحرش بها من شاف الصغير ولد عمو مدار مع اختي حيت اختي دافعت على راسها جا جمعها بشمال شده من جلابيتها. كيعاودوا لينا الناس راه كانوا الناس كاينين شي ناس ما بغاوش يهضروا على الحق. كاينين شي ناس حاليا جالسين معنا ما بغاوش يهضروا على الحق. قلت لهم نوضوا نهضروا على حق اختي حتى وحده ما دوات كلشي حضر عيني وسكري الواقعه. كانوا حاضرين وشوفي ربي فوق مني ومنهم حق اختي اللي ما خديناش هنا ناخذوه غدا يوم البعث غناخذو اليوم حتى الحسنات ديو لهم. اختي غتوقف لهم في الحسنات ديو لهم ان شاء الله حيت تعدوا عليها يتموا وليداتها شردوا ميمتها شردوني حتى انا ما عرفتش ما نكذبش لك ما عرفتش اختي كيفاش وقع لها هكا. حنا ما حاسين ما ضانين كناكلو كنشربو نص بساط شنو ناكلو خبز والماء وبخير عندنا واكلين شاربين حمد لله عايشين حياتنا كالناس العاديين ما عندناش وما خاصناش. ولكن دابا دمرونا نفسيا وجسديا وكنا نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. اول حاجه حسبي الله ونعم الوكيل في مو الدري اللي عيرت اختي وقالت ليها يا الفاعله يا التاركه شي هضره ما كتسمعش وعيرتها في ولادها. هي اختي اصلا ما كتبغيش لي على ولادها يا ولاد الحرام يا الفاعلين يا التاركين راه كاع كيودوا الحرام. باش عرفنا حنا دوك ولاد الحلال قسم لها الله تولد دوك الوليدات. حنا وكتبقى اختي حيه تولد حتى 10 حتى واحد ما سوقوا فيها حنا اللي هازينهم لها. امي كتمشي تخدم في الديور وكتوكل ولاد اختي وما تمحنش ما كطلبش الناس تقول لهم عطوني باش نوكل ما هزوا لينا حتى واحد حتى واحد ما هزوا لينا. الاولى كبرتو ماما شكون كبر كبروا لنا الجيران كبروا لنا شي واحد. عيش انا كانت عايشه برا كانت عايشه هنا جمرات وهي كتمشي وكترجع وكانت تزوجت تما في الامارات ولدت واحد الوليد وقع مشاكل وجات بحالاتها وما سخرش لها الله. داك السيد حتى هو ماشي ولد الناس بالعربيه وكان ولد الناس ما يتخلاش على لحمو هنا. والسيده اللي ماتت راه عيطنا ليه الباح قلناها ليه قالك ان لله واليه راجعون هذا ما قدر الله علينا وعليكم هادشي باش فادنا. انا كنطالب السي الحموشي
ياخذ لنا حقنا اننا شتو ماشي مره ماشي جوج. ديما فيما كنهضر كنطلب بس الحموش ياخذ لنا حقنا، ما باغين حتى حاجه. حق اختي يتخاد ليها، اختي اللي ماتت تاخذ لها حقها. تقرحتو بزاف وبالاخص دابا اختي جايه ما عرفتش، انا كندوي معاكم وما عارفاش كيفاش غادي نشوف اختي، كيفاش غادي نسامحها مع ما شاهدنا ليها، ما قلبناها، ما حتى حاجه. مشينا طلينا لها في الامور، لكن راجل منك وراجل منك هي جات الوسط، ما حماوهاش في الدنيا وهم غاديين معاها. هذه المشكله، ما شنو نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل.